بتمنى يكون يعني هيك عنده سماعات ويحكي ويسمع ويروح على المدرسة. أنا أم حسان، عند الأولاد ما بسمعوا، أبوهم ما بسمعوا، ولا حتى الحجي أمه، يعني العائلة كلها ما بتسمعوا، لا يعني ما بسمعوا، والله إذا ما حد يعني ما كنت موجودة في البيت ما حد بيفهم عليهم غير أنا. نزحت من الضارب ومن القذائف، أولادي ما بسمعوا، عندي هالغرفة قبوسي قاعدة فيها، ضبيت فيهم وطفشت فيهم على الشول، براضي الزراعية قاعدين طيفشين من الضيعة من الضرب. جوزي وقت بيصير له شغلي بيروح، وانا بروح بشتغل بالفاعل، بس وقت بصير ضرب وصير ضرب قذائف جوزي ما بيسمع، ما بيصير يروح على الشغل، بنروح على شغل الفاعل، اشتغلنا اكلنا، ما اشتغلنا ما عندنا شيء. عندي هادي ما بيسمع خالص، هاد حطيت له سماعات، بعطيني السماعات وما لي قدر اصلحين، يروح على المدرسه يطردوه، يروح من هون يطردوه، ما يخلوا يروح على المدرسه، ما دام لا بيحكي ولا بيسمع. يا رب يا الله قول يا الله تفرج علينا هيك يا الله. هذا بده زرع حلزون وهذا بده سماعات، وانا ما لي قدره على هالشيء، وصار هالنزوح وصار هالضرب، ما بقى لي قدره على شيء. بتمنى اكون يعني يحكوا ويسمعوا ويروحوا على المدارس، ويروحوا اذا زمر السياره يسمعوها، شافوا شيء يعني يعرفوا، ما بيعرفوا شيء في الدنيا، ما دام يعني لا بيسمعوا ولا بيحكوا.